دابت المؤسسة العامة لحي ثقافة كتارة أن تكون سباقة لمد جسور التواصل بين الشعوب. كانت حملة كتارة نعين ونعاون في محاربة البرد والجوع في سوريا، والتي انطلقت في 19 يناير الماضي، قد شهدت تفاعلا كبيرا من المتبرعين، حيث غطت مختلف مناطق الدولة. ومنذ أن أعلننا عن الحملة سجلنا توافد عدد من المتطوعين القطريين لقيادة الشاحنات التي تتولى الوصول إلى المتبرعين في أماكنهم لجمع المساعدات العينية من مختلف مناطق البلاد. لقد خصصنا في أول الأمر 10 حاويات لجمع المساعدات، وبعد تزايد التبرعات تم إضافة الحاوية 11، ولله الحمد. أشكر إخواننا في الهلال الأحمر على الجهد الذي بذلوه، حيث يرجع لهم الفضل في حصولنا على جميع التراخيص لبدء هذه الحملة، إضافة إلى مساهمتهم في نقل التبرعات لمستحقيها. حقيقة هي المبادرة تقريبا كاملة من كتارة في هذه الحملة، اللي حملة نعين ونعاون، والهلال الأحمر كشريك أساسي طبعا في شراكة دائمة مع كتارة في الأعمال الخيرية. طبعا احنا نشكر كتارة يعني على قيامهم بهذه الحملة والمبادرة، اللي أعتقد أنها من النوع الممتاز، وأعتقد من خلالهم اكتشفوا نوعية الأعمال الإنسانية والدور الكبير اللي تلعبه الجمعيات في هذا المجال، وأعتقد أنهم نجحوا نجاح كامل. وما زالت الحملة مستمرة وتسجل وصول تبرعات جديدة لملء حاويات أخرى، حيث أن التبرعات التي تم شحنها كانت لها مواصفات محددة حتى يتمكن الأخوان المسوريين من الاستفادة منها بالشكل المطلوب. وكلنا أمل في أن تساهم هذه الحملة في التخفيف من الألم والمعاناة الأخوان السوريين. وختاما أقدم شكري لكل من ساهم وعمل وشارك في هذه الحملة، وجزا الله الجميع كل خير. احنا أول مرة نشارك في حملة رسمية، عطينا كل وقتنا للحملة والله يكتب أجرنا إن شاء الله. انطلاقا من ديننا الإسلامي ومن عوبتنا وأخوتنا، حبينا نشارك ونرد لهم جزء من الشيء اللي نقدر نحن نسويه، أن نوصل لهم هاي التبرعات. نتمنى أن شاركنا لو بشيء بسيط لأخواننا في سوريا. باسمي وباسم الزملاء المتطوعين كامل أشكر الإخوان في كتارة اللي قاموا على الحملة أساساً، يعني إحنا بس مكملين لهم عملهم، أشكرهم. قامت المؤسسة العامة لحي الثقافي كتارة بتمديد هذه الحملة إلى أجل مفتوح بإضافة حاويات جديدة. وأخيراً لا يفوتني أيضاً أن أتقدم بشكر الجزيل لكل من عمل وساهم في هذه الحملة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك جهود الجميع ويفرج عن أهلنا في سوريا في القريب العاجل.